اهلا بيكم استوديو رياضه من تلفزيون اليوم السابع. الاهلي في مونديال كاس العالم انديه مباراه الدور ربع النهائي امام سياتل الامريكي. النهارده طبعا مباراه بينتظرها كل عشاق الجمهور النادي الاهلي. النهارده كولر، يمكن قبل ما نتكلم في تشكيل كولر اللي بدا في مباراه النهارده امام سياتل، هنقول بس ان الشركة المتحدة نجحت في انها تحصل على حقوق بس مباريات الاهلي في كأس العالم للاندية، طبعا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. ده طبعا خدمة كانت مهمة جدا لكل الجماهير، جماهير مصر، ان هي تقدر تشوف النادي الاهلي. طبعا حصلت على كمان البث الارضي على اون تايم سبورتس، طبعا ومع بالاشتراك ايضا مع الهيئه الوطنيه للاعلام. ده بالنسبه لبث المباريات لكل الجماهير اللي بتنتظر ان هي تشوف فريق النادي الاهلي في المغرب. ان شاء الله النهارده يتاهل النادي الاهلي على حساب سياتل ويوصل بقى ان شاء الله لمباراه يوم الثلاث عشان يواجه بطل اوروبا ريال مدريد. النهارده كولر فاجئنا في التشكيل ان هو غير ثلاث لعيبه، غير الخط الامامي كله، خط الهجوم كولر غير الخط الامامي كله النهارده في مفاجاه، يعني ما حدش توقعها خالص ان هو يغير الثلاث لعيبه اللي قدام، طبعا اللي لعبوا المباراه السابقه امام اوكلاند سيتي وفاز بيها الاهلي 3-0. كهربا هيلعب براس حربه، وبيرسي تاو هيشارك من البدايه، وطاهر محمد طاهر ايضا، ده ثلاثي خط الهجوم النادي الاهلي. كولر ما اعتمدش على نظريه تكسب بيه العب بيه، لا هو النهارده غير النظريه خالص وغير ثلاث لعيبه في التشكيل، وابتدى بالسبع لعيبه الباقيين زي ما هم. طبعا الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول شمال، محمد هاني يمين، متولي وعبد المنعم قلبي دفاع، وخط النص التقليدي الاجاد المباراة السابقة وعلى رأسهم طبعا كان حمدي فتحي اللي عمل مباراة كبيرة جدا المباراة السابقة، حمدي فتحي والسولية ومعهم طبعا الدبابة اليو ديانج. الأهلي يعني هنقول في الشكل التقليدي الأهلي للمباراة بيلعب 4-3-3، لكن هو في أثناء الهجوم الطريقة بتتغير خالص وبيلعب ب4-2-1-3. مين بقى الواحد اللي هو قدام ديانج والسولية؟ هو حمدي فتحي بيلعب قدام تحت كهربا، والماتش اللي فات كان بيلعب تحت محمد شريف واجاد بطريقه غير عاديه. حمدي فتحي مستوى متطور جدا لحمدي فتحي في الفتره الاخيره، بدايه من مباراه الزمالك اللي تالق فيها في المباراه، كان احد اهم اسباب فوز النادي الاهلي على الزمالك. اكيد طاهر وتاو عليهم عبء كبير النهارده ان هم يعني يثبتوا ان هم، طبعا عارفين بيرسي تاو كان راجع من اصابه وطاهر ايضا كان راجع من اصابه. ايه اسباب كولر اللي خليته يعمل كده، وهل ده هيأثر على خط هجوم والفعاليه الهجوميه للنادي الاهلي النهارده امام سياتل؟ ده اللي هيبان النهارده في المباراه. عارفين المباراه السابقه ابتدى بحسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف كمهاجم او راس حربه صريح. طبعا هيكون عندنا استوديو تحليلي ان شاء الله بين شوطي المباراه وعقب المباراه مع نجم النادي الاهلي الكابتن اشرف ممدوح. اخيرا خبرين سريعين يعني سرعه جدا عن الزمالك. فريرا النهارده قاد تدريبات الزمالك بعد العوده مرة تانية لقيادة الزمالك، يعني هو كان المفروض ان هو مشي وبعدين رجع تاني النهارده، وبعدين لما قبل ما يرجع قالوا انه هيرجع بعد مباراة فاركو في الدوري اللي هتكون بعد بكره يوم الاثنين في استاد برج العرب، لكن فوجئنا ان فيرا النهارده موجود اول تدريب ليه، وهو اللي هيقود الفرقة في مباراة فاركو يوم الاثنين المقبل. اخيرا محمد صلاح، للاسف النهارده المباراة رقم 200 لمحمد صلاح، لكن صلاح ليفربول مغلوب 2-0 امام ولفرهامبتون، ودي طبعا نتيجه سيئه. كان نفسي طبعا صلاح اكيد النهارده ان هو يكسب في مباراته ال 200 مع الريدز. عارفين صلاح جايب مع الريدز 125 هدف لحد دلوقتي و54 اسيست،
يعني اتمنى طبعا ان صلاح يعني الموسم ده يطلع ما عندوش غير دلوقتي دوري ابطال اوروبا، لكن ان شاء الله يعني يحاول ان هو يعني ينقذ ليفربول. ليفربول حاليا بعد الخساره النهارده ممكن يبقى في المركز ال11 في الدوري الانجليزي. كل توفيق وكل الحظ النهارده للنادي الاهلي في مباراته امام سياتل، واتمنى ان شاء الله تشوف مباراه زي المباراه السابقه بنفس التركيز بنفس الروح بنفس الحماس بنفس الاداء الجماعي للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده. اشوفكم ان شاء الله بين شوطي المباراه.